مريتي بفترة كورونا، كان في عاملين أو ثلاثة قدام حضرتك على طول. رقم واحد، الناس المستثمرين جات لهم حالة من الخوف إنه كورونا مش عارفين فيها إيه، والدول كلها عمالة تقفل، فقال إيه، أنا والله هاخد فلوسي وأرجع بلد ما أنا مش عارف الوضع بتاع كورونا دي إيه. فبالتالي لو عندي مستثمر في أدوات دين خد فلوسه وخرج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السياحة وقفت في العالم كله، وبالتالي مصر اللي مثلا كان بيجي لها 13-14 مليار دولار وقفوا. ايضا المحلات قفلت، وده قفل ده قفل، الصادرات اتعطلت. طبعا كل ده ايه، اثر على إيه، العمله الصعبه عدت في البلد. طيب الناس ليها احتياجات، القمح والمواد البتروليه وده 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 وده. طيب انا اتاثرت بيه انه مصادري في العمله الصعبه نتيجه للظروف الاستثنائيه دي اتاثرت، او ما اعمل ايه، اطرح بالجنيه المصري؟ لا، هنا بقى ايه، يبقى عندي ظرف استثنائي لازم اتعامل معاه، لانه مصالح البلد لازم تمشي. فرحت قررت ايه، لا، الجزء من التمويل انزل الاسواق الدوليه. اذا فهي العمليه مش هي عمليه ايه، واحد غاوي ينزل الاسواق الدوليه، لا، عمليه البلد يعني هقول لحضرتك على حق. قبل كورونا ما كناش محتاجين خالص ولا دولار، عندنا ما يكفينا وزياده، خلاص اروح ليه الاسواق الدوليه. انما لما بتيجي ظروف استثنائيه وما الى ذلك، خاصه وانت بتمولي مشروعات ضخمه، بتمولي تنميه ضخمه جدا، التنميه الضخمه دي مش كلها بتصرف بالجنيه المصري. لما بتيجي تعملي محطه كهرباء ولا محطه تحليه مياه بحر ولا محطه، في حاجات مكون اجنبي انت محتاجه تجيبيه، والا مش هتعملي التنميه اللي انت شايفاها دي كلها. اذا فلازم نكون واحنا بنتكلم عن حاجه نكون فاهمينها ودارسينها وعارفينها بعمق شديد جدا، عشان نقدر نقول هو القرار اللي اتعمل ده كان قرار سليم ولا مش سليم. طيب معالي الوزير، اذا حجم الدين قد ايه دلوقتي؟ وانا عارفه ان انتوا بتعملوا ريستراكشر للدين او اعاده هيكله للدين لتغيير بقى طويل الأجل وقصير الأجل في الموازنة التي ستبدأ من الأول 7 بإذن الله. حجم الدين ونسبته إيه للناتج؟ يعني أنا المستمع لو أنا قلت له رقم هو مش عارف الرقم ده هو قليل ولا كتير، فلازم أديله اتجاه، لازم أقول له هو الدنيا كانت فين وأنا فين دلوقتي ورايح فين. إحنا في 30/6/2017 إحنا كان الدين بتاعنا بيتقاس القيمة مطلقة ملهاش معنى، لكن دايما العالم بيقيس هو الدين بتاعك لحجم الناتج المحلي قد ايه؟ فكان ساعتها الدين بتاعنا منسوب للناتج المحلي 108%، 108%، ده 30/6/2017. 30/6/2018 نزل ل 98%. 30/6/2019 نزل ل 90.4%. 30/6/2020 كان مقدر له ان يبقى 82%. ليه؟ لانه بنحقق فائض اولي، بنخفض العجز الكلي، فالدين بتاعنا للناتج المحلي عمال ينزل، وكمان اقتصادنا بينمو والدنيا ماشيه من ضهر. جت كورونا الدنيا اتدربكت كلها، الناتج المحلي بتاعنا اللي كنا مستهدفينه 6 قفل 3.6. الايرادات بتاعتنا نقصت 200 مليار جنيه. كل ده اثر على انه رحنا بدل ما كنا مستهدفين ننزل من 90.4 الى 82%، قفلنا 87.5. جينا السنة اللي بعدها يعني كنا بنعمل ان كورونا ما يبقاش موجودة، للأسف كورونا مستمرة معانا، وبالتالي برضو ايراداتنا انخفضت، متوقع تنخفض 170 مليار، وكمان الناتج المحلي بتاعنا يعني بنتكلم على 2.8، ممكن تبقى 2.9 أو 2.7، فبرضو مش ده اللي احنا كنا مستهدفينه، المفروض كنا نعدي 6. وبناء عليه توقعاتنا ان احنا الدين بتاعنا يبقى نفس مستوى السنه اللي فاتت، لانه لازم يحصل حاجتين، لازم ايرادات القطاعات اللي هي زي السياحه والفنادق والطيران المدني وكل ده يرجع يستعيد عافيته عشان يبدا يديني ايرادات ثاني زي ما كان يديني، بالاضافه للقطاعات الاخرى المتاثره نتيجه اذا ده زي السنه اللي فاتت الصادرات وما الى ذلك. اللي هو كام؟ في النهايه حجم الناتج ما نماش بالدرجه اللي انت عاوزاها، انت كنت عاوزه تبقى فوق ال 6%، تتكلمي النهارده في 2.8 او 2.7 او 2.9. ايضا ايراداتك اتاثرت نتيجه للاوضاع اللي هي احنا عايشينها، وبالتالي ما قدرتيش تكملي في الخطه اللي احنا كنا مستهدفين ان احنا نكون تحت ال 80% لولا كورونا اللي عملته فينا، اللي هو الناتج المحلي، القطاعات اللي اتاثرت، الايرادات اللي نقصت وما الى ذلك. لكننا احنا عارفين ان شاء الله بمجرد ما
تيجي ازمه كورونا دي وتبدا القطاعات وتبدا السياحه ترجع وتبدا الفنادق تشتغل والمنتجعات وحركه الطيران ترجع والقنصليات في بره تشتغل لانها بتجيب لنا 5 6 مليار جنيه كل سنه، والكلام ده كله معناه نرجع تاني نكمل المسار الاصلاحي اللي احنا ماشيين فيه، لكن في نفس الوقت احنا ما زلنا بنعمل فائض اولي يمكن الدول القليله في العالم تتعدى على صوابع الايد واحنا اللي بنعمل فائض اولي، ما زلنا بنخفض في العجز الكلي للموازنه. وانا اعتقد انه مصر عندها فرصه نمو تستعيد عافيتها مره ثانيه وترجع للمعدلات اللي كنا عاوزين يبقى فوق ال 6%، لان ده بيخلق لك مئات الالاف من فرص العمل ويقدر يحسن مستوى معيشه المواطنين ويقدر يخلق موارد للدوله تقدر تساعد المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم وتوفر سلع تقدري يعني تستخدميها في الاسواق المحليه وتصدري، بالاضافه الى انك انت ترجعي تاني تمشي في مسار ان بتعملي فائض اولي اكتر، بتخفضي العجز اكتر، بتخفضي الدين للناتج المحلي اكبر، فده يحط مصر ان شاء الله في وضع اللي كانت مخططاه وماشيه فيه قبل كورونا. انا بس عايزه رقم واحد، اذا مع بدايه الموازنه الجايه الدين المتوقع في هذه الموازنه زي السنه اللي فاتت اللي هو كام؟ 87% ولا يعني كام؟ يعني احنا بنتكلم على انه ما بين 88 89 89 89 نتوقع ان يكون الوضع بتاع الدين. ومره ثانيه باكد السبب في انه احنا ما كملناش في المسار هو ان القطاعات اللي هي ما زالت ما قامتش لسه وانا قلتها، وايضا الناتج المحلي بتاعنا ما زال ما استعادش عافيته، وايضا الايرادات اللي فقدناها 200 مليار السنه اللي فاتت و170 مليار السنه دي، كل ده اللي مش مساعدنا، لكن قادرين نوفي بكل احتياجات البلد والتزاماتها. قادرين. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، لو رجعتي كل الدول هتلاقي كله يعني يعني الدين بتاعه مش ناقص بقى، ده الدين بتاعه زاد 20% و25% و30% نتيجه ان هو ما عندوش ايرادات وعاوز يصرف على البلد، هيعمل ايه؟ بيضطر ياخد دين اكتر لغايه ما يخلص ازمه كورونا، ازمه كورونا نفسها فرضت انفاق اخر ما كانش موجود، النهارده ما تقدريش ترفضي طلب لوزاره الصحه سواء في شراء التطعيمات، سواء في احتياجات المستشفيات، سواء في الاطقم اللي تشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه ومحتاجين ان احنا نضخ اموال علشان يعني الظروف الاستثنائيه اللي بنمر بيها ديت، كل ده فرض عليكي انفاق ما كنتيش هتنفقيه لولا كورونا، ولقص ايرادات ما كانتش هتفقد لولا كورونا، وكانش الناتج المحلي بتاعك هيبقى بالوضع ده لولا الازمه بتاعت كورونا. فطبعا اي وزير ماليه واي دوله عندها عذرها في الظروف الاستثنائيه اللي بتمر بيها، ولكن بالرغم من كده مصر محققه فائض اولي، مصر بتخفض في العجز الكلي، مصر مسيطره على الدين الى ان تنتهي ازمه كورونا ونرجع نكمل تخفيض الدين للناتج المحلي الاجمالي. ومش انا اللي بقول الكلام ده، نرجع للمراجعه الاخيره بتاعت صندوق النقد الدولي ونرجع لمؤسسات التصنيف السياديه الدوليه ونرجع للبنك الدولي وكل اللي بيكتب عن مصر كاتب ايه. بشكرك شكرا جزيلا السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية على كل هذه المعلومات.